هذه الملكة التي أمامكم، هذه ملكة النحل. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل أبي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم جميعا من الجزائر. اليوم سنتحدث في هذا الفيديو عن أسباب توقف أو إنقاص ملكات النحل من وضع البيض، وهناك العديد أو الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى إنقاص الملكات من وضع البيض. نبدأ أولا بانخفاض درجات الحرارة أو الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، هذا سبب أول. يعني مثلا في هذه الفترة من الصيف، يعني قبل بداية الخريف بأيام قليلة وحتى في الفترة القادمة من الشهر الثامن، يلاحظ النحال أن الملكات إما توقفت عن وضع البيض وإما أنقصت. فعند فحصه للخلايا يجد أن البيض قليل أو شبه منعدم أو منعدم تماما، يعني ممكن في خلية لا يجد ولا بيضة. هنا يتساءل النحال، خاصة المبتدئ يكون يعني نوعا ما قلق عن الأسباب التي أدت إلى عدم وجود البيض. فقلنا السبب الأول الحرارة المرتفعة، عندما ترتفع درجة الحرارة ويكون النحل في منتصف موسم الفيض أو في نهاية موسم الفيض أو حتى بعد نهاية موسم الفيض، تبدأ الملكات بالتوقف أو الإنقاص من وضع البيض. هذا طبيعي، يعني يحصل في كل سنة، يعني درجة حرارة ارتفاع شديد أو الانخفاض الشديد له تأثير على الملكة. فالنحل في الصيف يكون عادة منشغل أو الجهد المبذول يكون في تبريد الخلايا وكذلك الاعتناء بالشمع وببعض وكذلك بجلب الرحيق والماء، لذلك يكون جل اهتمامه موجه للخلية وليس بالدرجة الأولى للملكة. حتى في الشتاء نجد هذه الظاهرة، توقف الملكة عن وضع البيض. السبب الثاني نقص حبوب اللقاح وكذلك الرحيق. فحبوب اللقاح التي تشاهدون هنا، ها هي هنا، هذه التي بالألوان، هذه الصفراء أو هذه، هي ألوان. فحبوب اللقاح يستعملها أو يمزجها النحل مع العسل وكذلك الماء وتغذي بها الشغالات، اليرقات، وحتى عندما تنقص حبوب اللقاح يبدأ النحل في الإنقاص من غذاء الملكي للملكة. يعني إذا كان المرعى جيد فالنحل يعطي غذاء ملكي، نحل حاضن صغير يعطي للملكة الغذاء الملكي بكثرة. فعند إعطائها أو عندما يكون المرعى جيد يغذي الملكة جيدا وبالتالي تضع البيض. وعندما يلاحظ النحل أن هناك نقص فادح لحبوب اللقاح أو حتى الرحيق يبدأ في إنقاص التغذية وبالتالي تتوقف أو تنقص الملكة من وضع البيض. هذا فيما يخص المرعى، يعني إذا كان المرعى ناقص
ينقص البيض وتنقص الحضانة. السبب الثالث كبر سن الملكة، فكلما كانت الملكة كبيرة كلما أنقصت من وضع البيض أو حتى أحيانا تتوقف سواء في الشتاء أو في الصيف، يعني تظهر عيوب الملكات في الصيف وكذلك في بداية الخريف وفي الشتاء، يعني في الربيع أحيانا يكون البيض موجود حتى ولو كانت ملكة كبيرة يكون بقلة، ولكن حال هنا لا يلاحظ جيدا هذا الأمر. أحيانا يمكن ملاحظة نوع الرديء للملكات في فصل الصيف وكذلك بداية الخريف. كذلك نقطة أخرى تكون سبب في قلة وضع البيض، هناك سلالة تتوقف، طبيعتها أنها تتوقف عن وضع البيض في الصيف وكذلك في بداية الخريف وترجع مع أسبوع أو أسبوعين من الخريف من الشهر الأول تبدأ بوضع البيض. نأتي إلى نقطة أخرى وهي نقص النحل الحاضن أو النحل الصغير في الخلية. فالنحل هو الذي يغذي الملكة، كلما كان النحل قليل كلما كانت الملكة أو أنقصت الملكة من وضع البيض، لذلك فالنحل الذي يغذي الملكة له دور كبير في كثافة البيض الموجود في الأقراص. تكلمنا عن درجة الحرارة، المرعى، سن الملكة، السلالة، وهناك نقطة أخرى وهي رداءة الشمع. أحيانا الملكات عندما تكون هناك أقراص رديئة ممكن قديمة جدا، أحيانا يعني يتغير قطر العيون السداسية، يعني يتأثر بالعوامل الخارجية، فنجد بعض الملكات لا تضع البيض في هذه العيون، ولو يعني قمت بجلب إطار فيه حضنة مغلقة تخرج هذه الحضنة مباشرة هذه الملكة تضع البيض، يعني حتى العيون أو الشمع نوعية الشمع لها دور مهم في عملية وضع البيض من طرف الملكة، فهذه النقطة كذلك يجب الانتباه إليها. هذه الملكة التي أمامكم هذه ملكة النحل ما شاء الله. إذا نأتي الآن إلى الحلول التي يمكن للنحل أن يقوم بها لتحفيز الملكات على وضع البيض. أولا في الصيف يجب تغطية الخلايا وضعها في الظل، وفي الشتاء يجب كذلك تغطية الخلايا من الداخل، التركيز على تغطية الخلايا من الداخل، إعطاء العجينة البروتينية وخاصة المتكونة من حبوب اللقاح والعسل وسكر مطحون، فهذه العجينة تكون جيدة وتساعد كثيرا الملكات على وضع البيض. نقطة ثالثة استبدال الملكات المسنة، يعني التي تكون أكثر من 3 سنوات. رابعا اختيار السلالة الجيدة التي تضع البيض بكثافة. خامسا تقديم التغذية التحفيزية، يعني المحلول السكري، ويمكن إضافة القليل من مطحون دارسين أو القرفة فهي تحفز الملكات على وضع البيض. كذلك وضع الأقراص الجيدة لخلايا النحل، ويمكن مشاهدة هذا الأمر في فصل الربيع عندما يكون هناك إطار مبني جديد مباشرة الملكة تذهب وتبيض فيه بغزارة. نزع الإطارات الغير لائقة والقديمة فهي تشكل عائق أمام الملكة.
إضافة إطارات حضنة مغلقة، وهذا ما يعطي دفعة جديدة للملكة ولتنشيط الملكة، لأن إطارات الحضنة المغلقة خاصة إذا كانت الحضنة على وشك الخروج فهي تساعد كثيرا الملكة في عملية التغذية والاعتناء. إذن تقريبا كانت هذه الأسباب والحلول كانت الأسباب والحلول فيما يخص ظاهرة إنقاص أو توقف ملكات النحل عن وضع البيض. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.